نجاح كبير الحقيقه حققه ابطال مصر في بطوله افريقيا للتايكوندو البومزا، وده بعد حصولهم على المركز الاول في المنافسات والمباريات. مصر حققت في هذه البطوله 10 ميداليات متنوعه، 6 ذهب، 3 فضه وبرونزيه واحده. وزي ما لاحظنا في الفتره الاخيره في تفوق كبير جدا وواضح للبنات في هذه المسابقات والبطولات سواء كانت المحليه او الدوليه. النهارده معانا البطله شهد عبد الفتاح، الطالبه اللي لسه بتدرس في كليه الطب البيطري واللي قدرت كمان يتحقق افضل لاعبه في البطوله وفازت بذهبيه السيدات للكبار. بنرحب بيها، هي معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا شهد. صباح الخير. يا اهلا بيك والف الف مبروك. ميرسي، الله يبارك فيكم كلكم. افضل لاعبه في هذه البطوله، بس عايزين نوضح للناس الاول ايه هو الفرق ما بين التايكوندو العادي والبومزا. البومزا هي حركات قتاليه، يعني زي ديمونستريشن كده بس في الهواء، يعني ما بضربش حد قدامي. بس الفرع الثاني من التايكوندو اللي هو الكروجي بيبقى فايت، بيبقوا اثنين في وش بعض وبيضربوا بعض بالبوينت. زي الكاتا كده في الكاراتيه صح؟ اه، البومزا شبه الكاتا شويه. طيب يعني قولي لنا يا شهد الحاجات اللي ميزتك عشان تقدري انك تحصلي على الذهبيه وانك تقدري تاخدي كمان احسن لاعبه في البطوله. هو اللي ميزني ان انا يعني اكسبيرينس، طبعا بقالي كتير بلعب ونزلت كذا بطوله دوليه، وطبعا كل يعني الستايل المصري مختلف طبعا عن كل الستايلز الافريقيه، فده يعني ميزنا كلنا مش انا لوحدي. ما شاء الله عليكي والله، بس اوعي تفتري يا شهد. طيب انت كنت عامله حسابك على حاجه زي دي؟ يعني كنت داخله وعارفه ان انت هتفوزي بهذه البطوله وتاخدي الذهبيه؟ هو انا كنت داخله يعني على امل طبعا من بعد ربنا ان انا يعني ان شاء الله اجيب اول، بس احسن لعيبه دي يعني كانت جديده. طب شاهد بصي، عشان احنا يمكن معلوماتنا شويه قليله وحابين نعرف اكتر، بما انك خدتي ذهبيه، يعني انت قلتي ان الستايل المصري مختلف شويه عن الستايل الافريقي، عايزه اعرف ازاي؟ عشان الستايل المصري احنا يعني عندنا معلومات اكتر في الفومزه، وعندنا يعني ايه هي الفومزه وليه اصلا كل حركه بتيجي منين وتروح فين وبنضربها ليه. والفلكسبيليتي عندنا يعني كل ده بيفرق. عظيم. مين كان بيدعمك في هذه اللعبه؟ يعني وقت ما اخترت ان انت تلعبي هذه اللعبه مين دعمك وايه كمان التحديات اللي واجهتك؟ هو صراحه يعني الكابتن بتاعي بتاع الفيتنس، انا كنت بلعب جمباز، هو اللي دعمني اكتر ان انا اخش اللعبه دي، وقال لي ان انا هكون لما اكبر حاجه كبيره فيها، مع اني وانا صغيره مش شاطره فيها، ففضلت اكمل لغايه الحمد لله يعني مكاني دلوقتي. طيب شاهده، انت حابه اعرف بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ وكمان عايزه اعرف اللياقه البدنيه في اللعبه دي اهم ولا التركيز؟ يعني انت قلتي انه اللعبه البومزا قايمه على الحركات اللي في الهواء اكتر، فهل التركيز في الحركه تطلع ازاي اهم ولا اللياقه البدنيه؟ اشتغلي على ايه اكتر؟ الاثنين مهمين، بس هو التركيز بيبقى عامل اكبر بكتير. يعني هو اللاعب لو نزل الملعب مش مركز هو خلاص، يعني كل اللي هو اشتغل عليه ولا حاجه. بتاخدي وقت قد ايه في اليوم تمرين؟ يعني لو قبل بطوله على الاقل 5 ساعات في اليوم. اما بس احنا اصلا قبل البطولات وكده بنعسكر من الصبح، من يعني ممكن من 8 الصبح لغايه 10 بالليل. طيب واخبار الدراسه ايه؟ ما هي دي كانت بقى من الصعوبات، فانا كان عندي طبعا الفاينلز. كلية صعبة كمان. في نفس توقيت المعسكر وفي نفس توقيت التمارين، فكان الموضوع صعب، بس الحمد لله يعني حاولت. نظمتي بقى اليوم ازاي؟ هو انا كنت بنزل تماريني طول اليوم وافضل بقى سهرانة للفجر اذاكر وانام كام ساعة واروح تمريني ثاني يوم وكده. ايه اللي انتم محتاجينه يا شهد عشان مستواكم كلعيبه كمان يتقدم اكتر؟ انت ما شاء الله حاصله على ذهبيه، لكن لو في حاجه نقدر ندعمك بيها، هل تسهيلات في الدراسه، ما اعرفش، يعني ايه اللي انتم ممكن تكونوا عايزينه عشان مستواكم كمان يبقى احسن؟ هو يعني احنا كمصر احنا احسن ناس في افريقيا، بس هو احنا اللي محتاجينه ان ممكن نتمرن اكتر مع الدول الاوروبيه بره. هايل، ده ممكن يساعدنا كتير. احنا ما سمعناش اخر حته قلتيها يا شهد. بقول لك ان احنا نتمرن مع الدول الاوروبيه اكتر. اوكي بره. اوكي، هما يعني عندهم اكسبيرينس اكتر وعندهم يعني اعلى مننا شويه، فاكيد لو اتمرنا منهم هنفتح الفائزه بذهبيه السيدات للكبار ببطوله افريقيا للتايكوندو.